بمناسبة عبد الحليم والحالة الجميلة اللي عبد الحليم بجد واخدنا فيها النهاردة بعيدا عن الأخبار الصعبة في العالم كله، عايزة أقول لكم إنه من ضمن الحاجات المنتشرة قوي دلوقتي إنه يا جماعة كلنا قاعدين في البيت وبناكل بس وما بنلعبش رياضة. خليني أقول لكم بقى إنه في ناس من ورانا كلنا بتلعب رياضة أكتر وبتهتم برياضة أكتر وتخلي بالها من صحتها وهي في البيت لأنه عندنا وقت أكتر. فده اللي هروح بقى وأسأله لمنة، بتعملي إيه وأنت في البيت يا منة؟ بتلحقي تلعبي رياضة ولا لأ؟ بعمل رياضة ما حصلتش، بفضل أجري ورا الولاد طول النهار لغاية ما يناموا، رياضة غير مظبوطة. لطيف، حلو برضه. قولي لنا وبالتالي عندك ده ايه حال النهارده؟ كل الأمهات في البيت. خلينا نبتدي على طول أخبارنا الرياضية اللي قرر فيها المسؤولين في النادي الأهلي رفع مرتب المدير الفني للفريق ريني فايلر وجهازه المعاون من 185 ألف دولار ل 200 ألف دولار في الشهر، وده من بداية الموسم الجديد، وده بعد مفاوضات بين المدرب السويسري ورئيس النادي الأهلي اللي استمرت لأيام. ونتحول لنادي الزمالك كمان اللي أكد تمسكه بالمدير الفني باتريس كارتيران اللي طلب إنه يسيب الفريق في حالة لو اتلغت بطولة الدوري الممتاز السنة دي، ورفض النادي طلب المدرب الفرنسي خصوصا إن هو حقق نجاحات كبيرة مع الفريق من ساعة ما تولى المسؤولية، منها بطولة السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي وفريق الأهلي، وكمان اتأهل بالفريق لمنافسات دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبعد ما اتكلمنا عن الاهلي والزمالك يجي دور امبي اللي اخد اذن من اداره النادي الاهلي، عفوا الاهلي اللي سافر فيها اللاعب التونسي علي معلول لبلده لزياره اسرته في فتره توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا، واللي المفروض ان معلول هيرجع لما يتحدد ميعاد استئناف التدريبات مره ثانيه. كان في تواصل بين اداره النادي والمسؤولين في السفاره التونسيه في القاهره علشان تامين سفر اللاعب والاطمئنان علي. أما بقى الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي أمبي طلب المسؤولين في النادي بخصوص تسويق اللاعب أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي نهاية الموسم ده، وفي حالة لو النادي جاله عرض مناسب، وده بناء على رغبة اللاعب اللي عايز يخوض تجربة الاحتراف، وكان الموضوع ده مطروح قبل كده لكن المسؤولين أجلوا الكلام فيه لحد ما يعرفوا موقف النشاط الرياضي إيه، هيرجع ولا هيستمر قرار التجميد. إن شاء الله القرار يجي وإن شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعية قريب. ونتحول بقى للكرة العالمية ونروح لنادي برشلونة اللي بيواصل إجراءات الصفقة التبادلية بينه وبين نادي إنتر ميلان. نادي برشلونه عايز يتعاقد مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الصيف اللي جاي، وعرض في المقابل اللاعب التشيلي ارتورو فيدال، وعلشان تتم الصفقه ولو انتر ميلان ما اقتنعش بيه في برشلونه عنده استعداد ان هو يعرض اكتر من لاعب لحد ما يقتنع المسؤولين في انتر ميلان ويوافقوا عن التنازل عن اللاعب. وبسبب حالة الطوارئ في العالم كله نجح نادي يوفنتوس الإيطالي إنه يتوصل اتفاق مع اللعيبة ومدرب الفريق الأول في تخفيض أجورهم في الفترة من شهر مارس ولحد شهر يونيو الجاي، ولو الموسم انتهى من غير ما يتم استئناف الدوري على وعد بتعويض الفريق في الموسم الجاي، وبكده نجح نادي اليوفي في إنه يوفر حوالي 90 مليون يورو. أما بقى ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعترف أن الموسم السنة دي ممكن جدا يتلغي، ده لو ما تمش استئنافه في نهاية يونيو على أقصى تقدير، وألكسندر قال أن الاتحاد عنده ثلاث خطط لمواجهة فيروس كورونا وإعادة البطولات سواء في منتصف مايو أو بداية يونيو أو نهايته، ولو معرفش الاتحاد انه ينفذ اي خطه منهم فهيبقى مستحيل ان الموسم يكمل. واكد كمان ان هو على اتصال بكل المسؤولين في البطولات والانديه عشان يدرسوا افضل الحلول علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي في الموسم اللي جاي. اخبارنا الرياضيه خلصت لكن فقراتنا الاخباريه لسه مستمره معاكم، اليك دينا. بشكرك شكرا جزيلا يا منى، نتمنى ان الرياضه تعود لسابق عهدها ومنى كمان تعود لنشاطها الرياضي الاصلي مش الجري ورا الولاد. ايوه بشكرك شكرا. منى بتلعب كاراتيه يا جماعه، احنا لازم كل حلقه نفكر المشاهدين. ايوه لازم نفكر الرئه دي بتلعب كاراتيه. بشكرك يا منى، شكرا جزيلا.